ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات شهر يونيو لعام 2020 لاصحاب برج الميزان. برج الميزان، عايزة اقول اول حاجة كده يعني هنيئا ليكم. اولا كل سنة وانتم طيبين بسبب العيد، وان شاء الله ان شاء الله هيكون عيد فرحة علينا كلنا. برج الميزان، عندنا شهر يونيو هيكون من اروع الشهور اللي حقيقي موجودة في سنة 2020. هيكون شهر متطبق عليه حاجات كتير، هيكون انتهاء بمعنى الكلمة انتهاء لأي حاجة وجعانة او انتهاء لحاجات كتيرة كنا كل ما ندخل فيها نلاقي بعض العراقيل نخرج. في ناس كانت بتفلت ما تلاقيش العراقيل او بتعرف تنفذ منها، لكن في ناس تانية بتقع في العراقيل او بعض العكوسات اللي كانت موجودة. لكن شهر يونيو بيمنع قدامك اي عكوسات، الطريق مفتوح ليك. يعني من الاخر كده لازم تستغل الطريق، يعني نبعد عن اي كسل، نبعد عن اي اشخاص ممكن تكون بتحاول تخلينا نغير اتجاهنا او مسار حياتنا، لان احنا بالفعل شهر يونيو لازم نستغله لحد يوم 20. احنا لازم نستغله لحد يوم 20 في شهر يونيو، بيفتح لك كده دراعاته ويقول لك اعمل كل حاجة، انا هدي لك فرص، انا هدي لك ايجابية، استغلني بشكل قوي. الشهر نفسه هتلاقيه بيقول لكم كده، نهاية الاوجاع كتير، نهاية لمشاكل، صلح لحاجات كتير، صلح لحاجات قانونية او حاجات مشاكل اجتماعية، او صلح مع مشاكل لو كانت حتى عاطفية، مع ان الوضع العاطفي هيكون فيه لسه ما زال عدم تفاهم مع بعض الاشخاص، ولكن هيكون عندك يصير في امور كتير. احسن الظروف اللي هتمر بيها هي الوضع العملي والوضع المادي وامورك الحياتيه والاجتماعيه، الوضع الصحي والعاطفي اللي ممكن يكون في بعض التكات البسيطه، ولكن هيكون عندك فوقان برضو. اخر 10 ايام من الشهر هم يعني مش عارفه اسميهم ايه، بالفعل هيكونوا متميزين، ومش كلام ايجابي، هو بالفعل توقعاتكم متميزه جدا جدا. برج الميزان، تعالوا نتكلم على الوضع العملي. بداية جديدة، في مكافأة جديدة، تغيير في مكان العمل، او صحبة جديدة، مدير جديد، انت هتمسك منصب جديد، او هتشتغل في مكان تاني او مجال تاني، او هيجيلك فرصة عمل خارجية. هيكون في حاجة بتغير مسار الاتجاه العملي بتاعك، منه هيسبب لك دخل مادي زيادة، ومنه هيسبب لك ان الوضع الاجتماعي في خلال الاتجاه العملي هيكون عندك قرب، ناس هتقرب منك، ناس هيكونوا بيدعموك بشكل قوي. وهنا الميزة في حد ذاتها، هيكون عندك في احقاد، ولكن نسبة الناس الداعمين ليك في شهر يونيو اكتر، فده شيء متميز جدا. حتى كمان الناس اللي ظلمتك هتلاقيها انها بتصفى ليك او عايزة تتصافى معاك مرة تانية. برج الميزان، هيكون كمان في عروض عملية، هيكون هيجيلك عرض حاجة ممكن يجيلك، بس نخلي بالنا من بعض الحاجات. على فكرة لو انت في مكان وبتسيب اوراقك او اختامك او حاجات مهمة جدا جدا في مكان العمل، يبقى لازم نحرص ونخلي بالنا بشكل قوي جدا على الحاجات دي. قلت ان في الاحقاد او الناس الحاقدين قليلين، لكن نخلي بالنا، فلازم تخلي بالك وتكون حريص بشكل قوي. يعني ما تستسلمش او تفرح ان الاشخاص الداعمين ليك، لا، ما هو في احقاد، والاحقاد دي هتكون بحقدهم اللي جواهم بيزيد مع عدد ناس قليل. حقدهم بيزيد يعني ممكن يخليهم ان هم يؤذوك في بعض الاوراق او بعض الاشياء، فلازم تخلي بالك كويس جدا جدا. ولكن استمتع بوقتك في الوضع العملي، واشتغل اكتر على نفسك، واستغل الفرص اللي العمل بيديها لك، واستغل الاشخاص الداعمين ليك، مش استغلال مصلحه ولكن استغلال محبه. برج الميزان، الوضع المادي هيكون في مصاريف كتيرة في شهر يونيو، يعني هيكون عندك مصاريف بتصرف، بس هيكون عندك في عائد مختلف، في عائد جاي، في اشخاص هيكونوا بيساعدوك ماديا او بالطريقة اللي هي يعني كأنها هدايا. في حد هيكون بيجيب لك او بيساعدك في شيء معين، ممكن يكون حد بيكمل لك على فلوس بيغطي عليك، فده هيكون برضو يعتبر من المساعدات المادية. فاذا الوضع المادي نقدر نقوله ان هو مريح او هيكون جيد. فعندك الوضع العملي والوضع المادي هيكون جيد، الوضع العملي رائع والوضع المادي هيكون جيد برضو بشكل قوي، يعني مش هيكون في اللي هو هبوط فيه او هنتعثر، لا، هيكون يعني الوضع جيد، بس هيكون عندك مصاريف كتير، عندك مصاريف كتير بتخلص حاجات عليك، بتخلص فلوس عليك، بتشتري حاجات، بتستكمل اشياء، ده مهم برضو ان احنا نتكلم فيه.
تعالوا نتكلم على الوضع العاطفي، لان الوضع العاطفي انت عندك في بعض الاشياء اللي هتكون مش مركز فيها في الحب. انت هتكون مركز في شكلك، في مظهرك، هتكون حابب مظهرك جدا، هتكون بتخلي او بتلعب على شكلك، بتهتم بنفسك، بتهتم بالوضع العملي، بتفكر مستقبليا جدا جدا. اي حد مرتبط ببرج الميزان وبيسمع الموضوع ده عايزاه يسمع بشكل جيد جدا، لان برج الميزان هو مش هيكون قاصد انه يبعد عنك او يهملك، ولكن غصب عنه هو عنده اشياء كتير بيفكر فيها، وهيكون بيحاول يستغل الظروف بشكل قوي، لان طبيعة برج الميزان هم بيحبوا يستغلوا الاوضاع اللي حواليهم، لما بيلاقوا فرصة بيمسكوا فيها. ومش كتير الناس اللي ممكن تكون اتقرصت من بعض الاشياء. اما السن اللي لسه بدري او السن المراهقة ممكن يكون، لا ممكن نكون في الوضع العاطفي شوية بنفكر فيه، هيكون يعني هيفلتوا من النقطة دي. ولكن الناس اللي عقليتها مروا بحاجات كتيرة هيكون عندهم في بعض الإهمال في الوضع العاطفي. كمان يا برج الميزان، أكتر الأبراج اللي هتكون مقدرة التعامل معاك أو مقدرة حتة إن أنت تكون مهملهم، بس أنت مش هتكون مهمل قوي يعني، أو ممكن تكون بتتعامل بشكل عادي بس رومانسيتك بتقل شوية، ممكن يكون بسبب تأثير الحاجات اللي فاتت، بسبب تأثير إنك بتخلص أشياء وراك، بسبب تأثير إنك عايز تنجز حاجات كتيرة في الشهر ده، بس هتتحسن معاك الظروف العاطفية وتحس بالرومانسية الحقيقية هيكون بعد يوم 20 في الشهر. برج الميزان هيكون عندك اكتر الابراج اللي انت بتتحسن علاقتك معاها بشكل قوي جدا. بالنسبة للناس المرتبطين ومقدرين مقدرينك وبيحبوك قوي قوي، الابراج النارية كلها، اولهم الحمل، القوس، الاسد بشكل ترتيبي. من كمان الابراج الهوائية اللي زيكم هيكون برج الجوزاء رقم واحد، الدلو رقم اتنين، والميزان اللي زيكم شوية. الابراج اللي ممكن يكون فيها بعض الاختلافات من ناحيتك، من ناحيتك الابراج الترابية، يعني انت اللي حاسس منهم ان هم متغيرين للاحسن او للاوحش، بتنطبق بس هتكون للاحسن اكتر، بس بتنطبق على التعامل ما بينكم. ولكن بصورة عامة انت مستغرب تعاملهم، ولانك انت خدت قرارات معينة هيكون في بعض الابراج الترابية اللي منهم برج الثور والعذراء عايزين يصلحوا معاك، ولكن انتقادهم بيبعدك انت عنهم شوية، فلسه الاوضاع مش مستقرة، بالتالي انت بتهمل غصب عنك. ومن الابراج المائية هو برج السرطان، انت برضو في بعض الحساسية شوية تجاههم، وده بيخليك انك تهملهم، ولكن على اخر الشهر الظروف بتتحسن اكتر من كده. فده الوضع العاطفي بالنسبة للناس المرتبطين. غير كده هيكون عندنا بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين هيكون في حب، في اعجاب بصورة قوية كان موجود في الاسبوع الاخير من مايو، هيكون في شهر يونيو هيكون في حاجة بتتولد جديد، مشاعر جديدة، حب جديد، رومانسيات، فده موجود بصورة قوية. بالنسبة للناس المنفصلين، برج الميزان للناس المنفصلين كتير قوي 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 بيتمنى انه يرجعوا لك، كتير قوي بيفكروا فيك. برج الميزان من الاخر انتوا بتتراقبوا، برج الميزان بصفة عامة انتوا بتتراقبوا، حب قديم او اشخاص معجبين بيكم ايا كان انتوا بتتراقبوا. هنتكلم في الوضع العاطفي بصورة مفصلة اكتر من كده. الوضع الاجتماعي، الوضع الاجتماعي اشخاص كتير بتقرب منكم، اشخاص كتير هتقف جنبكم في بعض المواقف، وده نقدر نقول ان شهر يونيو بيقدمه لك، ان هو هيخلي لك انك في اشخاص كتير حواليك، هيدعمك في حاجات كتير، في ناس هتبقى واقفة معاك وهترد غيبتك بشكل قوي. برج الميزان انت عندك ثقتك في نفسك بتزيد وقوتك بتزيد، ده هيخلي اشخاص عايزة تقرب منك. هيكون في الوضع الاجتماعي بعض الاشخاص اللي هم عندهم حقد ليك، هتلاقي ان هم حقدهم يعني ما شاء الله بيزيد اكتر، فده هتلاقيه بصورة قوية جدا. يعني كمان اقدر اقول ان عندك غير الوضع الاجتماعي اللي هو بالشكل ده، هيكون عندك بتتعرف على ناس جديدة، في ناس جديدة ممكن تكون في بداية معرفتها معاك قالوا عليك انك مغرور او انك مغرورة، ولكن بعد كده هتلاقوا ان هم بيحبكم جدا. غير ده في مشاكل كتيرة هتنتهي، في حاجات كتيرة او احداث كتيرة هتبتدي، يعني في حاجات هتبتدي هتفتح بابها ليك، في عروض قوية ليك، في تميز موجود، في اشخاص عايزة تقرب منك وانت اللي مش مدي فرصة، وانت مش مركز في الموضوع،
الموضوع ده، انت مركز في مستقبلك وحياتك. برج الميزان انت عايز الاستقرار في حياتك، بتدور تعوض اللي انت ممكن تكون ملحقتش تعمله. برج الميزان هيكون عندك اشياء منتظرة هتبدأ انها تحصل وهتكون بشكل ايجابي، هيكون كمان في حاجات كتيرة مفرحة بالنسبة لك، هيكون في اخبار سعيدة. يعني لازم نتفائل بشكل قوي، لازم نكون ايجابيين جدا. بالنسبة للوضع الصحي ممكن يكون في بعض التقلبات، يعني مش هيكون جيد قوي، بس ده في النص الاول. في النص الاول ممكن يكون عندنا بعض الارهاق، التعب الجسدي، ممكن يكون عندنا بعض الخمول او الكسل في بعض الامور برضو، فده هنعاني منه شوية. ولكن احنا مع النصائح هنقدر نقول حاجات كتيرة نقدر نتجنب الحاجات اللي زي النوعية دي. برج الميزان شهر ممتع جدا جدا، افضل شهور 2020. خلينا ان احنا نكون متفائلين ونستغل الظروف قوي قوي. برج الميزان بحبكم وبعشقكم وبموت فيكم جدا، ومش عايزه اطول عليكم بس عايزه ارغي معاكم. عامه ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.